قبل ما اسيب بس الجزئيه بتاعت هبه يجري وراك، اولا انت متفقه مع الناس او معايا انا انه الجزء الثالث ما جابش مشاهده كبيره في عرضه في زحمه رمضان، فلما خرجنا بالرابع بعد رمضان عمل الفرق. الحاجه الثانيه انه كنت بتتضايق من مقارنات بينك وبين ايمي في الاول. هقول لك كل حاجه. دول السؤالين بس. اول سؤال، انا معايا على الموبايل وممكن ابعتها لك، ان احنا في رمضان حققنا نسبه مشاهده عاليه جدا. احنا اتشتمنا بس انت كنت فاكر ان احنا ما حققناش نجاح. انت بقى عندك انهي؟ انا لو ما حدش حس بيا وما اتشتمتش ابقى انا ما اتشفتش. يعني في مسلسلات اما اجي اقول لك ده مسلسل كده ايه، مش عارفه المسلسل ده، ما حصلناش بدليل. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا اتشفنا. نتشاف ونتشتم بقى ده موضوع تاني. يعني احنا اتشفنا وشفنا كويس جدا، كنا في الريت اعلى من مسلسلات كتير. بليف ات اور نوت من اكتر المسلسلات اللي نجحت على المستوى الفني ما اتشافتش اكتر من، مش عايز اقول الاسامي المسلسلات، بس احنا اتشفنا. لان اولا انت كنت بتعرض على قناه سي بي سي الساعه 9، ده متشاف متشاف معاد حلو قوي، معاد يعني على سي بي سي الساعه 9 ده معاد جارانتي خلاص. وما كانش معاه في نفس التوقيت حاجات، كانت الحاجات اللي هي بتبقى عاليه قوي نسب مشاهده. بالظبط كده. وبعدين كانت كمان بتبقى ساعه الفطار هي الحاجات اللي بتبقى تاخد دي، ودي الحاجات بس اللي كانت قبليه. المسلسل اللي كان قبليه كان مسلسل اسامي الاسطوره نيلي شريهان، دول اللي كانوا ريتس قبليه. هبه رجل وغراب الناس كانت عايزه تشوف عشان تشتم، مش تبقى عارف يعني. هم وروني بقى انتوا عملتوا ايه، وروني بقى الناس اللي هي كل الناس اللي حابه. ليه ممكن انا اقول لك بقى غلطه ان احنا اتعرضنا في رمضان، او ليه الناس ما كانتش ممكن كانت بتتفرج علينا قوي في الاول، او مش زي بره رمضان. انت عندك مسلسل كل مسلسلات رمضان احداثها متقسمه على 30 حلقه، عندهم بدايه في بدايه رمضان، النص اللي هي الدنيا مش عليله قوي 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 في نص رمضان، وفي اخر رمضان المشكله بتتحل. احنا ما عندناش ده خالص 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 حاجة خالص مكملة. احنا حاجه مكمله وحاجه بطيئه، حاجه مسلسل اللي هو بتاع اليوم اليومي اللي هو تبقي انت وانت قاعده في المطبخ بتسمعيه. مسلسلات عندنا 3 4 اصلا كمان بتتسمع ما بتتشافش يعني. احنا بنسمع المسلسل واحنا بنعمل حاجه. فكان هبه رجل غراب مش مسلسل رمضان، لان هو لسه احداثه ما خلصتش.